في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، واحد من أهم المراكز الموجودة في جمهورية مصر العربية كجهاز رقابي على سلامة الأغذية. المعمل ده اسمه معمل المواد المضافة. مفيش مادة غذائية بتنتج في مصر ولا في دول العالم كلها إلا ما بتحط عليها مواد مضافة. المواد المضافة دي مش لازم تكون ضارة، ممكن تكون نافعة، ممكن تطول فترة صلاحيات الغذاء، لكنها أيضا ممكن تكون مادة صناعية مكسبة للطعم، ممكن تكون مادة مسرطنة، ممكن تكون مادة ضارة جدا، ممكن تكون مادة تجارية مالئة تزيد الوزن في الحجم، وبالتالي يكون فيها مش بس غش صحي ولكن ممكن يكون فيها غش تجاري. معمل المواد المضافة في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف هنقابل فيه الإنسانة المسؤولة عن العمل فيه، الدكتورة منال عبد المطلع رئيسة هذا المعمل. أهلا دكتورة. أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ الحمد لله. ببساطة كده عاوزين نعرف المشاهد بتاعنا، المشاهد بتاعنا أيا كان حجمه هو برضو بسيط جدا لأنه بيحب يعرف المعلومات المتعلقة بسلامة غذائه وبصحته يعرفها ببساطة بدون كلكعة. المعمل ده بيعمل إيه؟ المعمل دوت معمل المواد المضافة للأغذية والأعلاف، زي ما حضرتك ذكرت هو بيقدر المواد المضافة اللي هي ببساطة بتضاف للمنتج سواء غذائي أو علفي علشان تضيف صفات، الصفات دي مرغوبة، الصفات دي ممكن تكون صفات حسية، صفات تحسن يعني تكنولوجية أو صناعية أو غذائية تضيف إضافة مرغوبة. إحنا هنا في المعمل بنقدر كثير من المواد المضافة دي، على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا الأحماض العضوية، جميع الأحماض العضوية اللي بتضاف للأعلاف بنقدرها في المعمل، زي مثلا حمض البروبيونيك، الستريك، الأسيتيك، الفيوماريك، اللاكتيك، البروبيونيك. دي أحماض مسموح بها أنها تبقى محطوطة في المواد الغذائية بالزبط. لكن ممكن تزيد فتضر نقصة فتخلي المنتج مش كويس بالظبط. نعم. في كمان المحليات الصناعية زي السكرين والأسيسافلام بوتاسيوم والدولسين والسايكلامات، كل المواد دي بنقدرها، دي كلها مواد كيماوية. بالظبط. وفي كمان الألوان الصناعية أو الطبيعية بنقدرها في المعمل، برضو على سبيل المثال زي الألورا ريد، السانستيلو، الترترازين، الكرموزين. شوف يا دكتورة، هي الأسماء دي مش هيستفيد منها إلا الناس اللي بتشتغل في البحث المتخصص أو الدكاترة أو المتخصصين. احنا عايزين نقول إن هي مواد مضافة. أنا هقول بالظبط، يعني هي كاتيجوريز كتير جدا، زي مثلا المثبتات، المخلبيات، المواد الحافظة، المحليات الصناعية، الألوان، المستحلبات، المواد المكسبة للطعم والنكهة. المعمل بيستخدم أجهزة، الأجهزة دي تعتبر أجهزة حديثة ومتقدمة زي مثلا الجي سي والإتش بي إل سي والسبكتروفوتوميتر، وكمان يعني بنستخدم الأجهزة دي علشان نحلل المواد المضافة دي. الهدف من التحليل بتاعنا المواد المضافة ده بيرجع لعدة أسباب. رقم واحد، إن أنا لما بحلل المواد دي أنا عايز أعرف أول حاجة المواد دي هل بتقابل أو بتتوافق مع المواصفات والتشريعات سواء المحطوطة من التشريعات المصرية، وبتقابل وبتتوافق مع المواصفات العالمية اللي موضوعة من منظمات عالمية معتمدة زي مثلا هيئة الدستور الغذائي الكودكس أو مواصفات الاتحاد الأوروبي. وعلى فكرة إحنا كمان بنشارك في وضع هذه المواصفات، يعني إحنا كل مثلا سنة بيبقى في لجنة، مثلا في الصين لجنة المواد المضافة دي بيطلع من مصر وفد وبيطلع بيشارك وبيمثل مصر وبنقول رأينا في وضع المواصفات دي. دكتورة منال، زي ما عرفت إن المعمل ده مهم جدا من المعامل المهمة داخل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وواضح إنكم بتشتغلوا على الأغذية كمان مش الأعلاف بس، لكن انا عارف ان انتوا دوركم رقابي على الاعلاف فقط لا غير، انما الاغذيه الجزء المتعلق بالاغذيه انتوا بتطلعوها كابحاث شايف في اشياء اخرى. دي بتحصل ازاي؟ ده فعلا حقيقي، احنا المعمل بيقوم بدور مهم جدا في جزء الريسيرش والابحاث على المواد المضافه. بالنسبه للمواد المضافه احنا بندرس التاثيرات بتاعه التصنيع والتخزين على المواد المضافه،
وكمان الانتر اكشنز او التفاعلات اللي ممكن تحصل. على سبيل المثال احدث بيبر بحثي طلعت من المعمل اثبتت ان احنا اي منتج سواء علف او اغذيه غني في فيتامين سي او الاسكوربيك اسيد المفروض ان احنا ما نضيفش ليه كماده حافظه البنزويك، لان بيحصل تفاعل بين البنزوات زائد البنزوات وبينتج منتج، المنتج ده مضر اللي هو البنزين الانسان او بالحيوان اللي هو البنزين. وطبعا ده ماده بنزين. فعلا وموجوده لقيناها في العصاير هي بنسب يعني تريسز وبنسب تتفاوت. العناصر دي موجوده في السوق لقيتوها في السوق لقيناها، لان في بعض الشركات لسه مش على درايه بهذه المعلومه. احنا عملنا توصيه بالمعلومه دي. التوصيه بتاعتكم دي فيما يخص الغذاء الادمي ممكن تطلع للجهات الرقابيه الثانيه في وزاره الصحه بالظبط، تقول لهم خلي بالكم ده جرس انذار، احنا لقينا ماده البنزين في العصاير اللي احنا بنشربها بالظبط. اللي طالعه من المصانع يمكن ما قصدتش انها تغش، ممكن ما قصدتش انها تطلع عصير بالبنزين، لكن هي بالصدفه حصلت خطا في معادله كيماويه، بنزوات وليكن بنزوات الصوديوم زائد فيتامين سي اللي هو جاي من ايه؟ اللي هو ممكن يكون موجود مثلاً؟ لا اللي هو الاسكوربيك اسيد او فيتامين سي اللي هو ممكن يكون موجود بصوره طبيعيه في بعض العصاير مثلا زي الجوافه الكيوي البرتقال بالظبط. بنسب عاليه ممكن بيحصل يعني التفاعل ده ويكون الماده الضاره دي، وبالتالي احنا بنعمل ريكومنديشن او توصيه ان بدل ما يكون عندنا ازمه في البنزين يكون عندنا عصير بالبنزين. خطا كيماوي بسيط ممكن الدنيا بالظبط، وبيبقى البديل ان انا ممكن استخدم ملح بيديني نفس التاثير اللي هو السوربيك اسيد او املاح يديني نفس تاثير البنزوات، بس ان انا تكون عندي المعلومه العلميه. طلعت من عند حضرتك فعلا كبحث بالظبط، بنطلعها تقرير وبالظبط ايوه بنطلعها ولا لسه؟ بنبدا بقى ننشر البحث وبنبدا نرفعه لمتخذ يعني القرار. وزاره الصحه مش هتتخذ اجراء الا بعد البحث نتائجه ما تنشر في مجله علميه محكمه بالظبط. وبعدين يعني قدامنا 3 4 5 سنين يكون الشعب المصري شرب عصير بالبنزين لما شبع، مش كده؟ الى الدكتور عادل عدا وزير الصحه، نداء عاجل، بعض العصائر الموجوده في السوق قد تكون فيها بنزين ناتج عن معادله كيماويه خاطئه ربما تكون غير مقصوده، حضرتك ادرى بيها. وهرجع تاني للدكتوره منال. بنلاقي برضو احيانا ان بنيجي نقدر مثلا مواد مثلا اغذيه اطفال او حاجه بنلاقي فيها مثلا ماده المفروض ان هي ما بتضافش كانتي اوكسيدنت مثلا بي اتش اي او بي اتش تي. ركزي على النقطه دي الله يخليكي، عشان الامهات الفاضلات اللي في البيوت اللي ما هماش قادرين ابدا يمنعوا اطفالنا من الاغذيه اللي محطوط عليها اضافات ملونات مكسبات طعم بتتسمى كده، وهي قد تكون سيئه جدا جدا جدا. يعني احنا عندنا الكاتشب، عندنا الحلاوه بتاع الاطفال اللي شكل اقراص علاج بتبقى محطوطه شريط، ممكن الطفل يروح ياخد شريط علاج من درج امه وهو فاكر ان هو شريط الحلوى اللي بيتباع في الشارع لمجرد انه ملون احمر واخضر. الاضافات دي اثرها السلبي ايه؟ الاضافات دي طبعا يعني مضره جدا، وفي الوان طبعا غير مسموح بيها، وفي مثلا على سبيل المثال صبغات الازودايز او السودان دي صبغات ممكن تدخل عن طريق الغش، هي دي الصبغات دي مسموح بيها فقط في الصبغات والورنيش والشموع والالوان اللي هي صناعيه، ممكن بتيجي عن طريق يعني توابل او جايه متضافه علشان هي بتدي لون احمر باهي، بعد كده بنلاقيها مثلا في اغذيه مصنعه صلصات الطماطم الكاتشب ودي ماده مسرطنه. فهي ايه هي الماده المسرطنه بالظبط؟ هي صبغات شايفه ان احنا بنقول ان الكاتشب والصلصه مسرطنه، يعني في ماده حافظه ممكن تضاف على الاغذيه دي؟ هي مش ماده حافظه، هي لون بيدي لون احمر يعني باهي بالتوابل، لون محبب فبيرفع سعرها في البابريكا والحاجات اللي هي ممكن بعد كده بتدخل بتضاف في صلصات الطماطم والكاتشب فتسبب الضرر. كنا زمان في ايامنا الحلوه امهاتنا وجداتنا لما كانوا يعملوا الصلصه كانوا يحطوا اللون الاحمر ده منين؟ من الفلفل الاحمر. بالظبط. الالوان الطبيعي المفروض بقى ان يعني، وكمان المفروض طالما في يعني رقابه جيده حتى لو المواد دي جايه عن طريق الغش او موجوده في من دول تانية عن طريق الاستيراد او كده المفروض الحاجات دي بتترفض. واحنا يعني كان في دكتوره منال حضرتك وصلتينا لمعلومه جت بالصدفه، قلت لي انه بالصدفه مش خطا مقصود ولا مؤامره،
ولا انعدام ضمير في صناعه العصير. بنزوات ملح معين مع فيتامين سي عمل لي مشكله، طلع لي بنزين. ما حصلش وانتم شغالين بالصدفه في تجارب المواد المضافه على الكاتشب او البطاطس الماليه، مش هقول براند، البطاطس اللي في 500 كيس الوقت و500 نوعيه في مصر، على الحلوى الحمراء، على الجيلاتي، على الحاجات اللي هي مكسبات اللون والطعم والريحه دي، ما حصلش انكم اكتشفتوا مره كيس او حاله خطيره زي البنزين في العصير؟ بص يا استاذ محمود، هو في حاجه اسمها كاري اوفر، دي حاجه يعني معناها ان ممكن ماده مضافه تنتقل او الاقيها في منتج نهائي وهي تكون جايه من احد الانجريدينتس او الاضافات او المكونات اللي داخله. ودي حصلت معانا في احد اغذيه الاطفال، كان بالشوكولاته، والمفروض ان التشريعات بتقول ان اغذيه الاطفال تبقى خاليه تماما من ماده اسمها البي اتش اي. البي اتش اي دي عباره عن البيوتيليتد هيدروكسي انيسول، او اللي هي ماده مضاده للاكسده، بتضاف لما بيكون في نسبه فات عاليه علشان تمنع التزنخ او تمنع التاكسد، نسبه دهون عاليه. فهي في اغذيه الاطفال التشريعات بتقول انها لازم تكون زيرو او خاليه، فاحنا لقيناها وبدانا نبحث عن هي جت منين. كان المصدر ليها الشوكولاته او المنتج الشوكولاته اللي كان متضاف. الشوكولاته منتج غني جدا بالدهون بالظبط، والله اعلم الدهون دي. فكان في المنتج النهائي كان في النسب من الماده دي، وطبعا برضو يعني بعتنا تقرير للشركه، ويعني عن طريق برضو حد من وزاره الصحه. انتوا جهه رقابيه، اللي بيراقب عليكم مين؟ هو احنا جهه رقابيه بس لا يراقب علينا من جهه مصريه، لكن بيراقب علينا من جهات دوليه. احنا بنتبع نظام الايزو ونظام الاكريديتيشن والاعتماد الدولي، بتيجي يعني بيوازي المعامل العالميه في النظام، ولينا شهاده بناخدها بتجدد وبتيجي تعتمد وبيتعمل علينا اوديت. كل قد ايه الشهاده دي؟ كل عامين. كل سنتين؟ ايوه كل سنتين. كل سنتين الشهاده دي بتجدد. وعشان تجدد لابد ان الجهه المانحه اللي هتمنحكم التجديد بتيجي تقيم ادائكم، سواء فيما يخص نتائجكم الخاصه بالابحاث او نتائجكم الخاصه بالرقابه على الاعلام. بالنسبه للابحاث، فان الابحاث دي لا تعتمد الا لما بتتنشر في مجلات، يعني مجلات علميه مصريه او عالميه، ويعني بيبقى ليها طريقه في التقييم مختلفه. بشكر الدكتورة منال، وعلى أمل لقائها إن شاء الله في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا. مشاهدينا، أفلام سينمائية كتيرة شفنا تتر النهاية بتاعها بيتكتب عليه البداية وليست النهاية. حلقتنا النهاردة في مركز البحوث الزراعية أنا شايف إنها إن شاء الله هتكون بداية جميلة لرحلات جميلة أيضا داخل مركز البحوث من مركز آخر أو من معهد آخر. أسيبكم وأقول لكم تصبحوا على خير، على أمل إن إحنا إن شاء الله نكمل في حلقات أخرى في مركز البحوث الزراعية. تصبحوا على خير. برنامج برعاية دجاج الوطنية، شركة إيبكس العالمية المحدودة، شركة المحلة للتنمية الزراعية أجرو إيجيبت. فليه لازم تجربي دواجن الوطنية؟ لأنها بتقدم ليكي أنت وعيلتك أصناف مختلفة، بانيه، ناجتس، كفتة، فرايد تشيكن، وأحلى دبابيس فراخ. لازم تجربيها، دواجن الوطنية مش هتغيريها، الأولى في الوطن العربي.
ارحب بحضراتكم في الزراعيه مباشر. عايزين نسمع ايه مطالبكم، عايزين نتكلم معاكم ونتعرف على المشاكل اللي بتقابلكم. اهلا بحضراتكم يوم جديد ولقاء يتجدد من برنامجكم اللون الاخضر. بالزراعه هنقدر نحقق كل اهدافنا. انا متعلمه بس بساعد جوزي على معيشه الحياه. مساء الخير على كل انسان بيحب مصر. مصر الحلوه الجديده. كل خاطره حرام بتمر بقلبي وبعقلي كده بتاثر في قلبي. القدره على الحلم والاراده لتحقيق الحلم اكيد في النهايه بيدي نتيجه لامراه عظيمه، لست دار رائعه. برنامج هنا الحقيقه وهدفنا في النهايه ان يكون في شفافيه.